أود صباح الخير جميعا، اليوم 15 من شهر أغسطس، وإن شاء الله راح نقدم لكم اليوم التحليل المقدم من شركة وينزر كالعادة. طبعا جدول البيانات الاقتصادية مثل ما احنا شايفين، هناك بعض الأخبار المهمة تقريبا بعد 20 دقيقة على الاقتصاد البريطاني على الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش. الخبر الأول طبعا التغير في البطالة، القراءة السابقة كانت 6.1 ألف، متوقعة 6.3 ألف. عندنا أيضا دقائق اجتماع لجنة السياسة النقدية التي طبعا راح يقرروا مين راح يصوت لإبقاء الفوائد على ما هي عليه ومين راح يصوت لرفعها أو تخفيضها. القراءة السابقة والمتوقع أنه جميعهم التسع أشخاص باللجنة أنه يصوتوا على إبقاء على ما هي عليه. وأيضا في عنا نسبة البطالة على الاقتصاد البريطاني، وطبعا القراءة السابقة والمتوقعة هي نفسها عند 8.1. على 3:30 في بعض الأخبار المهمة على الاقتصاد الأمريكي، في عنا مؤشر السي بي آي أو مؤشر أسعار المستهلكين. المؤشر الأساسي القراءة السابقة كانت 0.2، متوقعة 0.3، أعلى بقليل من السابق. طبعا هي مؤشر أسعار المستهلكين بيعطينا وجهة نظر عن وضع الأسعار، فبالتالي وجهة نظر عن التضخم بشكل عام. زيادة هذا المؤشر يؤدي إلى زيادة التضخم، وانخفاضه يؤدي إلى انخفاض التضخم. وطبعا يستعمل البنوك المركزية أسعار الفائدة وضخ السيولة بالأسواق من أجل مكافحة التضخم، لأنه أسعار العالية تعطي أرقام سيئة على الاقتصاد. أيضا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، هناك بعض الأخبار ليست مهمة كثيرا بشكل عام. عندنا مؤشر إمباير ستيت التصنيعي أيضا على الساعة 3:30 بتوقيت قبرص، 12:30 بتوقيت غرينتش. القراءة طبعا السابقة كانت 7.4، متوقع 7.3. في عنا أيضا إنتاج صناعي، لاحظ أن الإنتاج الصناعي القراءة السابقة 0.4، متوقعة 0.6. الخبر سيصدر على الساعة 1:15 بتوقيت غرينتش، أي على الساعة 4:15 بتوقيت قبرص. نهاية لليوم في عنا مخزون النفط الأمريكي، القراءة السابقة كانت بالناقص 3.7، متوقعة تقريبا 2 مليون برميل بالناقص أيضا. فبالتالي بدنا نشوف في حال حاصة صدرت في الموجب، بالتأكيد راح تعطي قراءة إيجابية للنفط ونتوقع انخفاضه. إذا طلعنا على الشارت بنلاحظ الحركة البسيطة التي حصلت البارحة. راح نبتدئ طبعا باليورو. البارحة لاحظنا طبعا اليورو محاولة اختراق مناطق ال 123.85، الأسعار السابقة التي كان يتراوح عندها، توقف عند هذه النقطة وفشل. ولاحظنا طبعا بعد ما ابتدأ بالحركة التصحيحية تحت منطقة ال، راح نروح على تشارت الساعة، طبعا بعد ما انخفض تحت مناطق ال 23.5، ابتدأت معظم المؤشرات تعطي قراءات سلبية بالانخفاض إلى الأسفل، ولكن انخفاض بشكل عام وصل إلى 123.15 اللي هي نقطة الدعم الثانية التي كنا نتكلم عنها. حاليا أي انخفاض تحت هاي النقطة ممكن يفتح المجال للنقطة البسيطة التي تقع هون عند مناطق ال 123، ليست بالنقطة المهمة ولكن قد تكون نقطة بسيطة على الشارت. ولكن بشكل عام انكساره تحت ال 123.15 راح يفتح المجال مرة أخرى للانخفاض إلى مناطق ال 22.5 وال 22.40 تقريبا. ومن جهة أخرى أي صعود إلى الأعلى، ما زالت هناك نقطة المقاومة عند 123.85، تتبعها أعلى أسعار وصل إليها عند مناطق ال 124.40، ومن ثم في حال اخترقها عند مناطق ال 125.05. من الأسفل بشكل عام مثل ما أنتم شايفين، إذا نظرنا على تشارت الأربع ساعات بنلاحظ أن المؤشرات تعطينا قراءات جانبية تقريبا. كانت بشكل عام القراءة صعود بعد الحركة التصحيحية التي
حصلت البارحة والتي توقفت عند مناطق 23-15، بنلاحظ انه ابتدأت تعطي قراءات بشكل جانبي تقريبا. خلونا نطلع على عملة أخرى، استرليني. استرليني مقابل الدولار، ننظر بداية على تشارت الساعة، ومنلاحظ طبعا أيضا البارحة بعد ما اخترق مناطق كنا نتكلم عنها، عن مناطق 56-80 تقريبا، صعد إلى 157-28 أو 27، وهي قريبة من نقطة المقاومة التي كنا نتكلم عنها عند مناطق 157-30، اللي هي الرأس لأعلى سعر من 31-7. وطبعا كانت فرصة جيدة للبيع، وابتدأ الحركة التصحيحية إلى الأسفل. وطبعا نقطة المقاومة كانت اللي هي النقطة التي ابتدأ الصعود منها قبل طبعا يوم الاثنين الماضي في 13/8، اللي هي منطقة 56-55. لاحظنا طبعا أيضا عاود من انخفاض ووصل إلى نفس النقطة. حاليا راح يبقى يتراوح بين هاي النقطتين حتى يكسر أي منها. في حال اخترق 57-30 تتوقع صعوده إلى مناطق 157-70، اللي هي أعلى أسعار وصل إليها في السابق، وهي على تشارت اليومي مثل ما أنتم شايفين نقاط المقاومة المهمة على المدى المتوسط والطويل. في حال اخترقها نتوقع ارتفاعه للأسفل، وفي حال لم يخترقها المفروض إكمال الحركة النزولية للأسفل. وطبعا في حال اخترق من الأسفل 56-50، نتوقع انخفاضه قد يصل إلى مناطق 55-70، اللي هي النقاط التي صعد منها، ولكن ممكن الاستعانة بقناة جانبية بهذا الشكل. ومنلاحظ هي تقريبا موجودة عند مناطق 56-20 أو 56-15، تبعد تقريبا 45 إلى 50 نقطة عن أدنى سعر من الأسفل، وأيضا تقريبا نفس الشيء عن 35 نقطة عن نقطة الدعم الأولى التي كنا نتكلم عنها. بالنسبة للمؤشرات طبعا مثل ما أنتم شايفين أيضا تعطي قراءات جانبية بشكل عام على تشارت الـ4 ساعات. على التشارت اليومي بنلاحظ مؤشر المومنتوم أو الدعم ابتدى يعطي حركة انعكاسية بسيطة إلى الأسفل، ولكن لم تؤكد بعد. وبالنسبة لمؤشر الـ RSI ما زال يتراوح فوق المتوسط المتحرك، وما زال يعني يتراوح فوق النقاط التي كان يتراوح فيها بالسابق. احنا اللي ممكن نعمله ممكن رسم قناة بهذا الشكل على مؤشر الـ RSI على تشارت الـ4 ساعات. في حال اخترق هاي النقطة على مؤشر الـ RSI قبل ما يخترق الخط الأعلى على التشارت الذي انتم شايفينه، راح يعطينا مؤشر انه سيقوم باختراقها لاحقا. في بعض الأحيان مؤشر الـ RSI يسبق حركة السوق، فبالتالي بيعطينا مؤشر مبكر انه ممكن نقوم بعمليات بيع في حال اخترق هذا الخط، وفي حال لم يخترقه على الشارت نفسه. على كل، نقاط واضحة على الاسترليني، بدنا نتابع اليوم ماذا سيحصل. بالنسبة للين لاحظنا البارحة طبعا كنا نتكلم عن مناطق 78-80، لاحظنا اخترق هاي المناطق، صعد حتى الآن إلى مناطق 78-98 تقريبا. ننتظر طبعا إكمال اتجاهه إلى مناطق 79-15، اللي هي أعلى نقطة أو أول نقطة مقاومة عندنا. اختراق هاي النقطة راح تعطيه فرصة للصعود إلى نقطة 80 فيجر، وفي حال لم يستطع اختراقها بدنا نشوف الآن. راح نرسم نقطة الدعم الأولى على تشارت الساعة، راح تكون المنطقة هاي التي صعد منها بشكل كبير، اللي هي منطقة 78-60 تقريبا نقطة 70 إلى 50، عفوا 78-60. فبالتالي في حال لم يستطع الصعود إلى الأعلى
وعاود للانخفاض، أي انخفاض تحت الستين راح تعطينا أيضا قراءة سلبية على الين حتى يرجع يحاول الانخفاض إلى الأسفل. بشكل عام ما زال بالقناة الجانبية السعودية، ممكن نوسعها بهذا الشكل، ومنلاحظ هي تقريبا وصل إلى نقاط القريبة، أو حتى ممكن استعمالها من المنطقة هاي، يعني الصعود الذي حصل من مناطق 77-90 إلى مناطق 78-70 هو نفس الصعود الذي حصل من 78-15 حتى الآن إلى 78-98، ولكن بشكل عام ما زال بالفعل النقامة باختراق نقاط المقاومة، وخلونا نراقب 78-60 حتى نقرر إذا سيعود الانخفاض مرة أخرى إلى الأسفل أم لا. بالنسبة للدولار مقابل السويسري، ملاحظ أيضا بعد الحركة التي حصلت البارحة كان في عندنا بعض المناطق عند نقاط 97-60 لاحظنا صعوده فوقها خلال الأيام الماضية، وصل إلى مناطق 98-6 أعلى شيء، ومن ثم أكمل الاتجاه إلى الأسفل حتى البارحة. البارحة أدنى الأسعار وصلت عند 96-95، وهي أيضا نفسها النقاط التي ابتدأ الانخفاض منها، وبالتالي لاحظنا أيضا انعكاسه لدى هاي المنطقة. مثل ما أنتم شايفين النقطة التي هاي النقطة اللي هي أدنى سعر لتاريخ 10-8 التي اخترقها ب13-8، لاحظ حاليا أنه يتراوح عندها، ولكن لن نستعمل هاي النقطة، راح نستعمل المنطقة هاي اللي هي النقاط أدنى أسعار في بداية 13-5 قبل يومين، والتي اخترقها في منتصف النهار. فبالتالي منطقة 97-60 راح تكون أول نقاط مقاومة لنا، ومن ثم أعلى أسعار وصل إليها في 10-8 اللي هي 98-10، نهاية إلى 98-50. من الأسفل طبعا أي محاولة لاختراق مناطق ال 96-95 راح تعطي فرصة للصعود إلى ال 96 أو للانخفاض إلى 96-55 أدنى أسعار وصل إليها بالسابق. المؤشرات بشكل عام ما زالت يعني حركتها تقريبا حركة جانبية، لم تعطي مؤشرات كبيرة. نفس الشيء على تشارت الـ4 ساعات. طبعا خلونا ننظر على منظر تشارت أو الحركة العامة تقريبا على تشارت الـ4 ساعات، بنلاحظ إنه يتحرك بقناة جانبية بهذا الشكل، وطبعا في حال اخترق تحت هاي المناطق، مناطق 96-95 راح يتجه إلى أدنى أسعار كسرها، وفي حال اخترق أدنى أسعار هاي راح يكمل اتجاهه بشكل نزولي مثل ما كان يفعل بالسابق. بشكل عام في حال لم يستطع انخراط الانكسار تحت هاي النقطة وابتدأ يكسر نقاط مهمة من الأعلى، بالتالي احتمالية اختراقه للقناة النزولية احتمالية كبيرة. بالنسبة للذهب لاحظنا حركة قوية البارحة عليه، كنا نتكلم عن مناطق 600 و605 وعن القناة بهذا الشكل قناة جانبية، ولاحظنا انه قام باختراقها قناة بهذا الشكل طبعا، ولاحظنا انه قام باختراقها عند مناطق 1605 تقريبا، وعمل حركة قوية ونزولية كبيرة وصلت إلى 90، واليوم طبعا إلى 89. فحتى الآن أول نقطة عندنا هي منطقة 1585 أو 84، أدنى أسعار وصل إليها في 2.8 أو 3.8. اختراقه لهذه المناطق راح يفتح لنا المجال للانخفاض إلى خط القناة اللي أنتم شايفينه بهذا الشكل، هاي طبعا على تشارت اليومي. المنطقة هاي اختراقه لمناطق الـ84 راح تفتح المجال للانخفاض إلى هذا الخط. في حال قام باختراق هذا الخط أو مناطق الـ70 أو مناطق الـ65 بشكل عام، النقطة هاي التي ابتدأ منها الصعود راح نكبرها على تشارت اليومي حتى تكون واضحة،
طبعا ابتدأ الصعود الكبير من عند هاي النقطة، فبالتالي بدنا ننتظر اختراق لهاي النقطة حتى نشوف إذا يقوم بإكمال اتجاهه إلى الأسفل إلى المناطق الدنيا من القناة الجانبية عند 1530. من الأعلى طبعا أي صعود فوق النقطة التي ابتدأ منها الانخفاض عند 1607 تقريبا أو 1606، أي صعود فوقها راح تعطي فرصة إيجابية للصعود مرة أخرى عند مناطق 20 أو حتى أكثر عند مناطق 26. بالنسبة للنفط لعقد شهر 9، طبعا من الغد راح نبتدأ بتحليل عقد شهر 10، ولكن حاليا بالنسبة لشهر 9 مثل ما انتم شايفين كنا نتكلم عن نقاط مقاومة عند 93.5، لاحظنا صعوده إلى 90 تقريبا قبل 20 نقطة من نقطة الدعم التالية، عفوا نقطة المقاومة التالية اللي هي عند مناطق 94.15 تقريبا. كانت حركة سريعة للأعلى ثم انخفاض كبير، و لاحظنا أيضا مرة أخرى لم يستطع الصعود اليوم فوق نقاط 93.5، فبالتالي راح نستعمل نفس النقطة من الأسفل. أي انخفاض تحت 92.5 راح تفتح 92 ومن ثم 91.70. أتوقع أيضا النقاط الدنيا التي وصل إلها هاي 92.70 هي نفسها التي صعد منها البارحة، فبالتالي أتوقع أنه يفضل استعمال نقطة 92.77 بدل 92.50، ونستعمل أيضا نقطة 92 كنقاط دعم، فراح تكون نقاط الدعم بهذا الشكل. طبعا كان هذا التحليل للعملات الرئيسية وبعض السلع اليوم. شكرا جميعا للمتابعة، ونتمنى دائما تجارة موفقة.